نظمت كلية الأركان إحدى تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية بإشراف عميدها والهيئة التدريسية في جناح القوات البرية، وضمن سلسلة الدورات التطويرية الخاصة بمذكرة التدريب عام 2024 دورة تدريبية خاصة بإعداد معلمي مذكرات التدريب التطويرية بمشاركة عدد من ضباط مدارس الصنوف والخدمات التابعة لوزارة الدفاع. استقبل مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية وفدا من مركز المنجد للدراسات الاستراتيجية بحضور المعاون العلمي لمدير المركز ومدير قسم النشر والترجمة والمشاور القانوني لبحث آلية تفعيل مذكرة التعاون العلمي المشترك بين الجانبين. زار وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي الكلية العسكرية في الرستمية، وكان باستقباله عميد الكلية، وأجرى سيادته خلال زيارته جولة تفقدية في أروقة الكلية ومرافقها لمتابعة حملة الإعمار فيها من أجل إظهارها بالمظهر اللائق بالمؤسسة العسكرية. وفي محطة أخرى تفقد سيادته طلاب الدورة 114 للأطلاع على المنهاج التدريبي للدورة. برعاية السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الفريق الطيار الركن الدكتور عقيل مصطفى مهدي، بحضور معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية وعمداء الكليات وعدد من الضباط وحملة الشهادات العليا ودارسي دورة الحرب الرقم 27، نظم المستشار الأعلامي للجامعة المحاضرة الموسومة العمل التطوعي وأهميته ودوره في تنمية المجتمع. استمرارا للتعاون والانفتاح على الكليات والجامعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية فريق الطيار الركن الدكتور عقيل مصطفى مهدي، استضافت كلية الحرب إحدى تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية وبإشراف اللواء الركن صائب أحمد حطاب وبحضور الهيئة التدريسية الأستاذ الدكتور سهاد إسماعيل جامعة النهرين لإلقاء محاضرتها الموسومة إعداد وبناء الاستراتيجية على مسامع دارسي دورة الحرب 27. التقى السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الفريق الطيار الركن الدكتور عقيل مصطفى مهدي بمقر الجامعة ببغداد الملحق العسكري لجمهورية الصين الشعبية برئاسة العقيد الأقدم تشو يونغ، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين. تفقد السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية فريق الطيار الركن الدكتور عقيل مصطفى مهدي يرافقه رئيس الهيئة العلمية في الجامعة معهد اللغات أحد تشكيلات الجامعة، وكان باستقبالهم أمين سر المعهد، وأجرى جولة تفقدية لأقسام المعهد تفقد فيها القاعات الدراسية والمختبرات للإطلاع على سير العملية التدريسية. وفي محطة أخرى زار مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، وكان باستقبالهم مدير المركز واستمع سيادته إلى إيجاز مفصل من قبل مدير المركز، ثم أجرى بعد جولة تفقدية في أقسام وشعب المركز. نفذت كلية القيادة إحدى تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية بإشراف عميد الكلية وبحضور الهيئة التدريسية اختبار مادة إعداد الشفافة باستخدام الرموز والمصطلحات العسكرية لدورة القيادة للضباط الأحداث الرقم 70 جيم. استقبل السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الفريق الطيار الركن الدكتور عقيل مصطفى مهدي وفدا من شركة تاك البريطانية لتطوير المناهج، حيث تم عقد مؤتمر بحضور معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية. بحضور السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية فريق الطيار الركن الدكتور عقيل مصطفى مهدي ومدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية وحملت الشهادات العليا من الضباط والباحثين ضمن تشكيلات الجامعة، استضاف مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية الأستاذ الدكتور طارق عبد الحافظ الزبيدي من جامعة بغداد كلية العلوم السياسية لتقديم محاضرة بعنوان الخطوات الإجرائية في كتابة البحوث العلمية.